أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن نشرة مسائية نقدمها من شوف تي في ونستهلها بأبرز العناوين. الكوت ديفوار تستعد على قدم وساق لاستقبال الملك محمد السادس. مسيرة وطنية احتجاجية ضد الحكومة نهاية الشهر بالرباط. عمل نظافة الوجه الآخر لمعاناة شريحة هامة من المجتمع. النشرة تتضمن كذلك ورقة ثقافية وأخرى رياضية. في التفاصيل، سخرت الكوت ديفوار إمكانيات هائلة لاستقبال الملك محمد السادس الذي سيحل بها في إطار زيارة رسمية ضمن جولة إفريقية كانت السنغال أولى محطاتها، وتشمل أيضا الغابون، بما يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين الصديقين. ويرى الإيفواريون في الزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس لبلادهما عربون ثقة في مستقبل وإمكانيات بلدهما الذي يعد قاطرة لمنطقة غربي إفريقيا. قال محمد عيدعا رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين إن فريقه وجه الدعوة إلى عدد من اللجان للاجتماع للرد على العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين. وأكد عيدعا لشوف تي في أن الفريق الفيدرالي ووفق المسطرة القانونية رسل رئاسة المجلس ولجنة الداخلية من أجل مناقشة وضع النقل الحضري وظاهرة الاعتداءات التي شهدتها مؤخرا العديد من الحافلات وكذا الانفلات الأمني، إضافة إلى دعوة المكتب الشريف للفوسفات لتساؤل حول خلفية الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب مع شركات أغلبها من الخارج. في لهجة تصعيدية، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 31 من مارس الجاري بالعاصمة الرباط، وهي المسيرة التي تأتي ردا على حكومة عبد الإله بن كيران بدعي أنها لم تفي بتنفيذ وعودها بخصوص اتفاق 26 من أبريل 2011، وذلك وفق ما قررته النقابتان. وللمزيد من الإيضاح، كان لنا الاتصال مع العربي الحديث عضو اللجنة التنسيقية للفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في 30 مارس تقدم مسيرة وطنية من طرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاحتجاج على التراجعات التي يعرفها الملف الاجتماعي، أساسا خرق ديال الحقوق، انتهاك الحريات النقدية، قطع من أجور المضربين دون سند قانوني ودستوري، البؤس والبطالة اللي كتعرفها البلاد، الهجوم وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، عدم تطبيق بنود اتفاق 29 أبريل 2011، غياب أي رؤية سياسية للحكومة في المجال الاجتماعي، وعدم احترام اتفاقيات المبررة المركزية والقطاعية. لقد نفد صبرنا، سمينا عام كنسمعوا انت حاجه، بل بالعكس حنا كنلاحظوا العكس، كاين الاحتجاجات العماليه السلميه، كاين استعمال القوه في حق الاجراء النقابيين، كاين طرد والتوقيفات واغلاق مجموعه من المقاولات دون المبرر القانوني قطاع خاص، يعني كاين المشاكل اللي راهو شهر الوقت. حرب الطرق ببلادنا ما زالت تحصد الأرواح. حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم على بعد 12 كيلومتر من مدينة سيدي بنور، مخلفة 7 قتلى وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بحسب ما علم لدى السلطات المحلية. هذا وكانت حافلة للنقل تؤمن الخط الرابط بين رأس العين بمنطقة اليوسفية ومدينة الرباط انقلبت على الساعة 6:26 صباحا على مستوى قرية ولاد عمران، ولم يتم بعد تحديد أسباب الحادث، كما تم نقل 10 مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى الجديدة و21 مصاب بجروح خفيفة إلى مستشفى سيدي بنور. في الخبر القضائي، أيدت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين 10 المتابعين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي بالمدينة الحمراء. هذا وأدانت هيئة المحكمة 8 من هؤلاء المتهمين الذين يتابعون في حالة اعتقال بسنتين ونصف واثنين بسنة ونصف سجنا نافذا بعد أن تمت إدانتهم بتهم التجمهر الغير مرخص
والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية وتحريض قاصرين على العنف. عمال النظافة فئة نشيطة ولها دور هام بمجتمعنا المغربي، مجتمع تتأرجح نظرته لعمال النظافة بين التقدير والاحتقار. تفاصيل أوفى في روبورتاج دنيا مرحوم. عامل النظافة شخص يكد ليكسب قوت يومه وليمحو ما خلفه الآخرون، لكن هل من معترف بالجميل؟ عامل النظافة شخص يكد ليكسب قوت يومه وليمحو ما خلفه الآخرون، لكن هل من معترف بالجميل؟ المجتمع ديالنا تيشوفوه باحتقار، ولكن العامل ديال النظافة تيدير واحد الخدمة اللي مفيدة بزاف ما يديرهاش أي واحد. ما كيشوفوهمش بشي نظرة اللي محترمة ومزيانة، كيشوفوهم بنظرة على أنهم أدنى مستوى منهم رغم أنهم هما اللي كينقيو البلاد. المجتمع المغربي عامل النظافة كيبان لي بحال شي واحد أدنى مستويات في المجتمع، ما قاريش، ما معلمش، ما مربيش، ما خلق، يعني بدون حرفة. يعني تيقول لك اللي خلاه باه بلا حرفة كيمشي يخدم شطاب في الطريق. غالبا ما تكون نظرة المجتمع قاسية ترمي بسهامها لتستهدف كرامة عامل النظافة. كاين يعني كيشوف فيك بصورة مزيانة وكاين اللي كيشوف فيك بنظرة خايبة، داكشي على حساب. لا، إلا جا عيط لك واحد مثلا، واحد عيط لك ما كتعرفوش، كاين بزاف سميت تقولهم لهم سي محمد كراط، فهمتي؟ يعني شي سميت تقولهم لهم، ولكن باش كتقول له اخويا مول النظافة اجي نسولك ولا مول الشطابة، هذه كلمة كتبقى كتحتقرنا حنا. صدق من قال: العيش في الدنيا جهاد دائم، جهاد يتجدد كل يوم ليحمل شعار النبل والشهامة. في شأن الحزب، علم تشوف تي في أن قياديين من حزب جبهة القوى الديمقراطية يتدارسون سبل الكفيلة بالحفاظ على وحدة الحزب من خلال التوافق على مرشح لخلافة الراحل تهم الخياري الذي وافه الأجل المحتوم مؤخرا. وتسعى بشرى الخياري عضو الأمانة العامة للحزب إلى خلافة شقيقها التهم، حيث تحركت في الفترة الأخيرة من خلال تكثيف اتصالاتها مع قياديين في الحزب من أجل دعمها ومنحها تزكية لتفوز بزعامة الحزب. أصبحت ظاهرة السلع الصينية تنتشر بشكل كبير في مختلف الأسواق المغربية، حيث أصبحت لها أسواقها الخاصة. تفاصيل في روبورتاج هدى البوكيلي ومحمد الوحي. اكتسحت السلع الصينية أسواق الدار البيضاء لتصبح المنافس الأول للمنتوج المغربي والعالمي. فإذا كنت تبحث عن سلع رخيصة الثمن، فوجهتك ستكون سوق درب عمر قلب العاصمة الاقتصادي النابض. سلع تباع هنا وهناك بالمتاجر الصغرى والفراشات لتصبح هذه المنطقة مركزا تجاريا بامتياز، يجد بها التجار القادمون من مختلف المدن المغربية ضالتهم من السلع سواء بالجملة أو بالتقسيط. غالبا السلعة ديال الصين يعني بالنسبة لي هي اللي غازية السوق بواحد الدرجة. علاش؟ لحقاش مثلا هي اللي تقدري تقولي باللي تتمشي مع القدرة الشرائية ديال المواطن. يعني بالنسبة للسلعة ديال تشينا مثلا ديال الصين تقدر مثلا الإنسان تتكون في المتناول ديال المواطن، يعني 50 درهم، 70 درهم، 100 درهم، مزين. هذه الأنواع الكثيرة من السلع لم يقتصر الإقبال عليها فقط التجار، بل استهوت المستهلك المغربي. كل شيء ولات الشينوا في أي بلاصة، قصاري شنو فيها الشينوا. شوية الكاليتي عندي دابا بحال البيجامة كناخذوها مثلا طبنا جخطة ثلاثة كتمشي، بغيتي شي حاجة تاهي في الثمن شوية حتى هما على حساب فلوسك. إقبال متزايد وسلع مختلفة تلك التي يقبل عليها المواطنون تستولي على السوق المغربية، السبب ثمنها الرخيص الذي أصبح جواز قابليتها. في الخبر الثقافي، تم الإعلان بالنظور عن تأسيس رابطة العربية لكتاب القصة القصيرة جدا، مع تخصيص جائزة عربية سنوية لهذا الجنس الأدبي المستحدث. وسيكون مقر الرابطة بالنظور مع تشكيل فروع لها بمختلف الدول العربية، وتهدف على الخصوص إلى التنمية الإبداعية لكتاب القصة القصيرة جدا من خلال النشرات والوسائط الإعلامية المتعددة ومساعدة الأدباء في التعريف بهذا الإنتاج.
في الخبر الرياضي، كذب أدول المغرب المهدي بن عطية التصريحات التي أشارت إلى عدم تمكنه من مرافقة المنتخب الوطني المغربي لدار السلام بسبب الإصابة، حيث شارك أساسيا أمس مع فريقه أودينيزي الإيطالي ضمن منافسات الكاسيو. وكان الناخب الوطني رشيد طوسي قد أسقط بن عطية من اللائحة النهائية التي أعلن عنها مؤخرا. وبهذا الخبر مشاهدينا نطوي معكم أوراق النشرة، إليكم قراءة ثانية لأبرز العناوين. الكوت ديفوار تستعد على قدم وساق لاستقبال الملك محمد السادس. مسيرة وطنية احتجاجية ضد الحكومة نهاية الشهر بالرباط. عمل النظافة الوجه الآخر لمعاناة شريحة هامة من المجتمع. النشرة تضمنت كذلك ورقة ثقافية وأخرى رياضية. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.